تحرش جريمه مفيش كلام، بس برضه سمعه الناس المحترمه زي دكتور عصام الصياد مش لعبه في الناس. بنصدق اي واحده تعرضت لقضيه تحرش بشعه وبنقف جنبها وبنساعدها وبندعمها بدون اي شروط. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله تصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. لكن لما الموضوع ده يبقى سلاح في ايدين بعض الناس زي رضوى هانم لمهاجمه ناس شرفاء زي الدكتور عصام عشان خاطر بقى اهواء شخصيه او عشان خاطر ابتزاز، عشان اي حد يتبلع على اي حد من غير دليل يفلت من العقاب زي ما عملت العموره. والله العظيم لو كان الدكتور عصام مخطئ لكنا اول من طلب بعقابه. ولما هو يرفض تبقى النتيجه ان حياته تتدمر وشغله يتضرر واسرته تنهار، يبقى اسف لحد هنا ونقطه نظام. بس الموظفه اللي عنده اللي اسمها رضوى ممدوح ادعت عليه بالكذب والباطل وبدون اي دليل، وده كلام تحقيقات النيابه مش انا اللي بقول الكلام ده. اهو اللي عملنا حسابه لقيناه، ادينا اتفضحنا كلنا. يا رب بقى ست رضوى تكون مبسوطه دلوقتي. بالراحه عليها يا تيسير يا بنتي وعلى نفسك، محدش فينا متحمل. ما احنا ياما نصحناها يا بابا وقلنا لها ان هي رايحه لسكه مش كويسه. لا ازاي، ركبت دماغها وادي النتيجه اهو. هو انت هتفضلي تتكلمي عليها كده كتير؟ اقفي جنبها مره واحده. طبعا ما انت اللي كبرتي الموضوع في دماغها لحد ما فكرت نفسها بطله، ما انت اللي غرقتيها وغرقتينا كلنا معاها. ما حدش غيري يا تيسير، واحده وراحت تطلب حقها بالقانون ما اجرمتش. هو انت عندك فكره بيتقالي على اختك ولا بيتبص لها ازاي؟ دي اختنا يعني لحمنا ودمنا، واللي يطولها يطولنا معاها. قولي بقى انك واخده كلمتين في جنابك من جوزك الشهم اللي خايف على منظره قدام صحابه. والله له الف حق، يا ريت عبد الغني جوزها كان عمل زي جوزي، يا ريته كان ادى على دماغها قبل ما تعمل اللي عملته ده. لا 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 انا مش هطيق اسمع الكلام ده خالص، انا قايمه رايحه لها. خديني معاك يا راني. وانتوا بقى تسيبوني لوحدي اكل في نفسي ان شاء الله؟ تعالي معانا تسيل. لو النبي بلاش، لو هتيجي وتسمعيها كلمتين دول ما تجيش، بلاش تسمي بدنها. يلا بابا. يلا يا بنتي. أنا مش قادرة أصدق. خلي أملك في ربنا كبير يا رب. وبعدين أنتِ مش لوحدك، إحنا معاكي أهو. ونعمة بالله. بس الإحساس بالظلم والقهر صعب أوي. إحساس إنك ضعيف عايش وسط غابة ممكن تتاكل في أي لحظة وما يبقى لكش ديه. نعيش في الدنيا دي ليه؟ كل واحد يحط عقله في راسه يعرف خلاصه. يعني ايه يا بابا؟ يعني زي ما نصحتك يا بنتي، ما تروحش تضرب في تو وحفي وتبقى فاكر انك هتغلبه. مش هتقدر عليه. حتى لو معاك الحق؟ حتى لو معاك الحق، القوة فوق الحق. وده يبقى ظلم ولا عدل؟ حد قال لك ان احنا في الجنة؟ حد فهمك ان الدنيا فيها عدل كبير قوي كده؟ ايوه فيها عدل يا بابا، ولو ما جاش دلوقتي هيجي بعدين. ولو الامل ده مش موجود يبقى نروح نموت كلنا احسن. بكره تكبروا وتفهموا كلامي دون لما الطبول تنزل تدق فوق دماغتكم. اكتر من كده وانت لسه شفت حاجه؟ الدنيا ياما فيها. عشان كده بقول لك عدي يا رضوى، عدي يا بنتي وحاولي تنسي. إذا أنا نسيت أنتوا هتنسوا. بنتي اللي بقعدها قدامي كل يوم وأقول لها أوعي تتنازلي عن حقك هتنسى؟ جوزي هينسى؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.